احنا من ريف حلب جنوبي وتهاجرنا على مقاتمة المعرة وطلعونا بالضرب بالطيارة ويضربون بينا احنا اولادنا ودايحين بتشول ودحشون حالنا وقاعدين تحت السجر وجينا لهنا الحز الكفر جنة لا خيام ولا شيل ولا شيان والله صايمين صار لنا نهارين فلا ضقنا الاكل. بسبب القصف والضرب طفشنا جينا لهين ولا احنا تقريبا يجي 20 عيله والحد ما عندنا غير الخيمه والكل رجعنا اول ولاد والنام بالعراء ثلاث اربع ايام لو وصلنا هين. احنا نطلب من اي من كل المنظمات من كل المسؤولين بالمنطقه غير المنطقه يساعدوا هالعالم وهالشعب اللي منكوب هون. والله هذه ما هي حالي ولا هي عيشي، نحن بشر يا عالم يا ناس، اسعوا في هالبشر.